ما الفرق بين الرجال يدعون والنساء يدعون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا. الرجال يدعون، الواو الموجودة في كلمة يدعون هي واو الجماعة، أما الواو الموجودة في كلمة يدعون في جملة النساء يدعون هي واو من بنية الكلمة. النون الموجودة في يدعون في جملة الرجال يدعون هي نون الرفع، نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، كما نقول مثلا عن يكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، إذا النون هنا علامة للرفع. النساء يدعون، النون هنا هي نون النسوة وليست علامة للرفع، فالنون هنا اسم لأنها ضمير. كيف نستطيع أن نعرب هاتين الجملتين أصلا؟ نقول الرجال يدعون، الرجال مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ويدعون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. واو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة يدعون في محل رفع خبر للمبتدأ الرجال. النساء يدعون، النساء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ويدعون مثل يكتبن يشربن يفهمن، كل هذه الأفعال هي أفعال مضارعة اتصلت بنون النسوة، ونون النسوة تبني جميع الأفعال معها على السكون، فكل فعل مضارع اتصل بنون نسوة فإنه يبنى على السكون، ولذلك فالنون في النساء يدعون هذه نون النسوة التي بنت آخر هذا الفعل على السكون، فنقول فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. ونون النسوة ضمير بارز متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وجملة يدعون في محل رفع خبر للمبتدأ النساء. إذا هناك فرق بين يدعون في جملة الرجال يدعون وبين يدعون في جملة النساء يدعون، ومن ثم فاختلاف المعنى يؤدي إلى اختلاف الإعراب، واختلاف الإعراب يؤدي إلى اختلاف المعنى. نفع الله بكم جميعا وبارك الله فيكم، ونلقاكم على خير في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.